الآن اتضحت الصورة وكل شيء انكشف وبان على حقيقته، وقد ضاع حلم الدولة المتطورة الحديثة، وهزمنا شر هزيمة بعد غياب الخبيرة الاستراتيجية بفنون قراءة الكف والطالع عواطف النعمة عن السياسة. أيها السادة، الشعب العراقي لن يوافق على تصدير عواطف النعمة إلى شعوب أوروبا لأنها سلعة استراتيجية، لكننا نقترح تصدير محمود الحسن شخصيا. عسى أن يقتنع شعوب أوروبا أن المرحوم داروين كان على حق وهو يضع أصول نظريته عن أصل الأنواع، فقد اكتشفنا في بلاد الرافدين أن أصل الإنسان نائب. دول العالم تضع صور رموزها على العملة الوطنية، ففرنسا مثلا وضعت صورة جان دارك على عملتها، ثم تجرأت فأبدلتها بصورة الشقراء باجيت باردر، وبريطانيا وضعت صورة المفكر المثير للجدل برتراند رسل على عملتها المعدنية. أما الهند فقد وضعت المهاتما غاندي، وطبعا أنا لا أقول ذلك لأطالب بوضع صورتي على العملة، وإنما أتمنى لو أن الحكومة تقرر وضع صورة النائب حسن السنيد على العملة الجديدة بدلا من الحسن ابن الهيثم، اعترافا بجهوده الكبيرة في مجال الأمن والاستقرار في العراق، وتقديرا لمساعيه في استمرار مسلسل الخراب الذي لا يزال يعرض منذ 16 عاما وبنجاح متواصل. مع اعترافنا بالكفاءة العالية للدون جوان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الذي هو أغلى موظف في العالم، حيث يتقاضى ما يقارب 40 مليون دينار شهريا عدا ونقدا، يعني أن راتب المحروس يزيد على رواتب 240 عائلة عراقية تتقاضى شهريا 150 ألف دينار كرعاية اجتماعية. ونسأل البرلمان العزيز ألا يؤثر ذلك على حركة الإصلاح التي تقودها النائبة الهمامة علي أنصير؟